يقول السائل: ما حكم التصدر للتدريس بدون إجازة أو تزكية من العلماء؟ لا بد من هذا، لا بد من أخذ الإذن من ولي الأمر. ما هي الأمور، ما هي فوضى، الفوضى لا تجوز، فلا بد من أخذ الإذن من ولي الأمر، ويشترط أن يكون من العلماء، يكون هذا الشخص من العلماء، عنده مؤهلات تؤهله للتدريس. أما أنه ليس عنده مؤهلات ولا يأخذ إذن من ولاة الأمور، هذا يعمل فوضى ولا ينضبط هذا الأمر، ينفتح الباب لكل من يريد يتكلم ويدرس، يتكلم الجهال ويتكلم أهل الضلال وأهل البدع، تصبح الأمور فوضى، هذا لا يجوز. إذا كانت أمور الدنيا لا بد لها من نظام، أمور الدنيا لا بد لها من نظام ولا تصبح فوضى، فكيف بأمور الدين؟ أمور الدين أولى بالضبط وأولى بالتنظيم، حتى يسلم الناس من شر دعاة الضلال والجهال. نعم.